حياكم الله مشاهدينا وأهلا بكم في حصادنا لهذه الليلة والبداية من العناوين. طوفان الأقصى، تكامل محور المقاومة، نسخة مطورة من حرب أكتوبر التي تخشاها تل أبيب. مخمور، صراع نفوذ مفتوح، أدواته المركز والإقليم وتدخلات عاجلة لتطويق الأزمة. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، وللحديث أكثر عن تفاصيل هذا الملف نرحب سوية بضيفنا الكريم الباحث بالشأن السياسي الأستاذ حسين سلامة، ينضم لنا مباشرة عبر سكايب من لبنان. أهلا بكم أستاذ حسين، وبداية مع بدء عملية طوفان الأقصى، تقريبا كانت العمليات العسكرية محصورة في محيط ومستوطنات محيط غلاف غزة، لكن خلال الأيام الماضية انفتحت جبهات عدة استهداف قواعد مثلا بالعراق وسوريا للقوات الأمريكية، وكذلك اشتباكات مباشرة في جنوب لبنان. سيد حسين، هل دخلت المقاومة فعليا في حرب ومرحلة تعدد ساحات هذه المواجهة؟ تحياتي لك وللمحطة الكريمة وللمشاهدين. حقيقة ليست هناك يعني عملية مفتوحة في الجبهة اللبنانية، ليست هناك العمليات ليست مفتوحة.
يعني لم تنفتح هذه الجبهة، لم تفتح هذه الجبهة نعم بشكل كحرب مكتملة الأوصاف. ما زالت العملية هي إشغال الجيش الإسرائيلي لتخفيف الضغط عن غزة. تقوم المقاومة الإسلامية في لبنان باستهداف المواقع الإسرائيلية، خصوصا في مناطق يعني متحفظ عليها بين الجانبين منذ تحديد الخط الأزرق بعد الانسحاب الإسرائيلي، اندحار الإسرائيلي في العام 2000، والاحتلال في مزارع شبعة وكفر شبعة. العمليات على الشريط الحدودي الممتدة من الناقورة إلى جبل الشيخ خلال كفر شبعة ومزارع شبعة، نعم هذه العمليات احتاجت من إسرائيل أن تضع 3 فرق من الجيش الإسرائيلي ومقابل 5 فرق موضوعة على جبهة غزة. يعني هذا ليس بالأمر الهين أن أنت تستطيع أن تشغل 3 فرق من الجيش الإسرائيلي لتخفف الضغط عن غزة، وللضغط أيضا من أجل أن تحتكم إسرائيل إلى العقل الذي يطالبها بوقف المجازر في مزارع في عفوا في غزة، نعم وحتى أيضا في الضفة الغربية. هذا يعني تفيد جدا في معركة غزة، وتفيد أيضا في تخفيف الخسائر المدنية والمجازر الإرهابية التي ترتكبها إسرائيل في غزة، طيب وهي عبارة عن عمليات يعني إبادة شعبية، طيب أستاذ إبادة حسين، إبادة. ماذا إن أقدمت إسرائيل على اجتياح بري لقطاع غزة؟ ممكن أن فعلا حزب الله ينفذ تهديده ويوسع هذه المواجهة مع الكيان الصهيوني؟ وقبل قليل أيضا كان هناك تصريح لوزير الخارجية الإيراني أكد أن حزب الله إذا دخل بشكل مباشر بهذه المواجهة فإن إيران ستدعم حزب الله بشكل مباشر أيضا. يعني نحن نتحدث يعني كمراقب وكمحلل سياسي في لبنان، نعم نتحدث ليس عن معلومات إنما عن تحليل. لا يملك أحد معلومات في لبنان سوى سماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، وتقديرنا أن سماحته يعني لن يسمح بأن تبقى الجبهة اللبنانية كما هي الآن إذا استطاع الجيش الإسرائيلي تهديد بقاء غزة. يعني إذا استطاع أن يبدأ بعملية تكسر حماس والجهاد الإسلامي نعم وتشطبها من المعادلة، عندها لن يقبل أحد في محور المقاومة، ليس فقط في لبنان، وخصوصا نحن نتحدث عن السيد حسن نصر الله الذي يعني هو المحرك الأساسي في محور المقاومة. طيب عندها ستفتح كل الجبهات، ليس جبهة لبنان فحسب، في حال ستفتح سيد حسين، الجبهات في من حال لبنان. حدث فعلا هذا التعدد بالجبهات والساحات، لأي مستوى سوف يدعم المعركة في غزة ويشتت جيش الاحتلال؟ هلا إذا فتحت هذه الجبهات يعني فتحت قضية بقاء إسرائيل. يعني عندها الصراع سيذهب إلى النهاية، لن تعود القضية فقط قضية نجدة غزة وحماية غزة وحماية المقاومة من الفناء، إنما ستصبح المعركة معركة إنهاء هذا الاحتلال وإنهاء حالة اسمها كيان إسرائيلي مغتصب مزروع في المنطقة من أجل منع نهوضها وخدمة للمصالح الغربية بدءا في أوروبا وانتهاءا في أمريكا. ونحن نراقب اليوم أن هناك عملية فظيعة في هذا العالم، أنه لم نشهد في التاريخ مجتمع دولي، دول عالمية كبرى ومتوسطة وصغرى، تدعم الإبادة، تدعم حرب إفناء
تدعم قتل الأطفال والمدنيين، النساء، الشيوخ، العزل. هذه مش موجودة في الحروب إنه في ناس بتسندها. يعني اليوم أمريكا تحمي إسرائيل ولا تتحدث عما يجري في غزة من إرهاب ومن قتل جماعي ومن إبادة بشرية ومن تجويع الناس وإفنائهم. وعندك المستشفيات اليوم يعني بقي في 15 مركز طبي في غزة من أصل 35 37 مركز، نعم من أصل 37 مركز دمر الباقي. هناك غياب للمحروقات يهدد هذه المشافي وهذه المراكز العلاجية أو الطبية أو الصحية، يعطلها نهائيا. نحن عم نشوف اليوم، يوم حطينا يعني شفنا على التلفزيون، حطت مش بس وسائل التواصل، نعم انه طفل يقرأ القرآن بدل البنج، لانه ما في بنج ليعملوا له يشيلوا له شظية من اجره، يقرأ القرآن بدل البنج حتى يتلاهى عن وجع، عن وجع العملية الجراحية. هذه مش موجود، يعني هذه ممكن تكون موجودة في الخنادق، في جبهات القتال بين الجنود، بس بالمدنيين مش موجودة. هاي طيب مدنيين يعني بيروحوا على المستشفى طيب أستاذ حسين، بيتعالجوا. خليني أيضا أرجع لبغداد، ينضم مباشرة عبر الهاتف الباحث بالشأن السياسي السيد واثق الجابري. أهلا بكم سيد واثق. بالنسبة للعراق سيد واثق، قصف للقواعد الأمريكية في العراق من قبل المقاومة كما أعلنت، وكذلك قصف قاعدة أمريكية من العراق، موجودة القاعدة في سوريا، من العراق قاموا بقصفها. هذه هي تحركات من المقاومة في العراق، إلى أي درجة سوف تحرج الحكومة العراقية؟ نعم، شكرا جزيلا لكم وتحية لكم مشاهديكم الكرام. طبيعة الحال العراق دولة يعني شعبا وحكومة وقوة سياسية ومرجعيات دينية هي مع القضية الفلسطينية، بالتالي محور المقاومة هو جزء من الشعب العراقي، وهذا المحور هو رافض للتواجد الأمريكي، ويعتقد أن ما تقوم به إسرائيل هو يمثل طبيعة السياسة الأمريكية التي تحاول الهيمنة على المنطقة. نعم. بالتالي هذه الأفعال وربما أفعال المقاومة التي هي اليوم تتعرض للمصالح الأمريكية لن تكون في العراق فقط، وإنما ستكون في كل الدول. واليوم سواء الولايات المتحدة أو الكيان الصهيوني هم على حذر، يعني أو سحبوا بعض رعاياهم أو حذروا من الخروج في كثير من الدول. القواعد الأمريكية الموجودة في العراق هي أكيد هي تعرضت في السابق لضربات من قوى المقاومة، وهذه تمثل يعني كجزء من توسع دائرة الحرب، وأكيد لا. إن كان هنالك اجتياح أو تمادي أكثر بعد أكثر من هذا الذي يفعله الكيان في غزة، أكيد ستكون ردات فعل، وهذه ردات الفعل ستنعكس. أما بالنسبة للحكومة العراقية نعم بطبيعة الحال الحكومة يعني لن تتعامل يعني مع هذه القضية يعني بشكل أو بآخر، وإنما هنالك بعض القرارات اليوم، بعض القوى السياسية تؤكد بعض القرارات السابقة التي اتخذت من البرلمان العراقي التي تطالب بإخراج القوات بس رئيس الحكومة سيد الشبيه من واثق العراق. اليوم أصدر تحذير لفصائل المقاومة بعدم استهداف مصالح أو قواعد عسكرية أمريكية، هل تخشى الحكومة من عقوبات ورد أمريكي؟ نعم، يعني أكيد الحكومة هي يعني لابد أن يعني تحافظ على طبيعة الاتفاقات يعني مع سواء مع الولايات المتحدة مع غيرها، لكن هي القواعد يعني بحقيقه رغم ان هنالك اتفاق وما يسمى اتفاق استراتيجي مع الولايات المتحده، لكن هذه تبقى القواعد الموجوده في العراق هي مجهوله العمل يعني بالنسبه للعراقيين سواء مقاومه حتى الحكومه العراقيه لا تستطيع الان يعني ان تعلم ما هي عدد القوات، طبيعه عملها. هم طيب. يقولون قوات تدريب بهذا الشكل وتبادل خبرات، لكن الحقيقه تختلف عن هذا. بالتالي الحكومه اكيد عليها ان تعمل وفق السياقات الدوليه وتتعامل كدوله مع الدول الاخرى وحمايه المصالح الدوليه الموجوده في العراق، لكن
كرغبة عراقية سواء حكومية أو غير حكومية، هي راغبة بعدم تواجد هذه القوات في العراق، والحكومة طيب. قالت لا نحتاج إلى قوات عسكرية في العراق، وهذا ما أعلنه رئيس الوزراء حتى في الأمم المتحدة ومن خلال المفاوضات. إذن هذه القوات هي وتواجدها في العراق وطبيعة تحركاتها وطبيعة تعاطي الولايات المتحدة مع الكيان الصهيوني ومجيئها بالبوارج والطائرات والأسلحة ودعمها غير محدود للكيان الصهيوني، هذا طبعا أكيد أثار حفيظة العراقيين يعني بشكل أو بآخر وبالذات قوى المقاومة. طيب سيد واثق، الكل مجمع ويشعر بالفخر من كلمة الحكومة في قمة القاهرة التي حدثت قبل أيام لدعم غزة، والتي كان عنوانها تحت عنوان السلام عقدة هذه القمة. الكل يشعر بالفخر بكلمة محمد الشياع السوداني، لكن أيضا انبرت بعض الأطراف السياسية غير راضية على هذه الكلمة، وتتوقع أن أمريكا قد يكون ردها قاسي بحق العراق. ممكن أن تكون هناك عقوبات أمريكية على العراق مقابل موقف الداعم لغزة؟ والله يا أخي، الأطراف التي تعترض على كلمة السيد السوداني أو تعترض على الموقف العراقي بشكل عام هي نفس الأطراف الدولية التي نعيبها الآن، التي نقول ذهبت في مشروع التطبيع ومشاريع السلام ومشاريع الشرق الأوسط وصفقة القرن. هي تلك الدول أو هؤلاء الحكام يعني قالوا أنه يحافظون على مصالحهم وعلى استقرار دولهم مقابل الحفاظ على السلام أو مقابل التطبيع. بالتالي كعراق لا يرفض بهذه يرفض هذه القضية، والعراق العراق وله رأيه له موقفه الثابت من القضية الفلسطينية. بالتالي لا ربط بمسألة استقرار سياسي. العراق أولا نظام ديمقراطي، ونظام الديمقراطية يأتي عن طريق الانتخابات ثم يعبر عن وجهة نظر الشعب العراقي مع القضية الفلسطينية. فلذلك كلمة رئيس الوزراء هي يعني مثلت الشعب العراقي أولا، وكانت صريحة وفصيحة وواضحة، وأرسلت رسالة إلى عدة من الدول. لكن يبدو أن الذين يعترضون على الكلمة أثرت عليهم الأجندات كأنما يفكرون بالعقلية الصهيونية التي تقول بشراء السلام مقابل الانصياع إلى المشاريع الدولية الكبرى التي الآن أصبحت واضحة ونحن نعيبها يعني في العراق، يعني سواء كانت من دول عربية أو غيرها. وهذه الأصوات يعني هي بالأصل معترضة على النظام السياسي، معترضة على طبيعة الحكومة، لذلك هي تحاول أن تتصيد في الماء العكر، تحاول أن تعترض على الحكومة بشكل أو بآخر. نحن أمننا، وكما هم الفلسطينيين اليوم لا يريدون شراء السلام مقابل رغيف القدس، لأن الكرامة أهم من كل هذا. لذلك هم الآن يتحملون، نرى لنا أمثلة في المقاومة الفلسطينية وشعب غزة اليوم الذي يتحمل الصواريخ والقصف والتهجير والقتل الجماعي والإبادات والمجازر من أجل الحفاظ على كرامته، ولا يتنازل ولم ينسحب ولم يهجر أرض ولم يهاجر من أرضه من دياره رغم كل الأساليب الوحشية التي تمارس من قبل هذا الكيان. لذلك نحن كعراق لا نقبل التنازل عن القضية الفلسطينية وعن قضية عادلة ومقدسة وإنسانية، يعني بعيدا عن الإسلام والعربية فيها قضية إنسانية. اليوم ما نراه مشاهد من قتل والترويع هي قضية إنسانية، بالتالي لا نتنازل عن هذا واضح. هذه الأصوات هي يعني أنا قلت هي دائما معترضة على العملية السياسية. شكرا لكم الباحث بالشأن السياسي سيد واثق الجابري، كنت معنا ضيفا كريما عبر الهاتف من بغداد. أعود لك أستاذ حسين، قبل قليل كان هناك تصريح من قبل وزير الخارجية الروسي أكد أن استمرار أمريكا بضخ السلاح وهذا الدعم للكيان الصهيوني سوف يؤجج الصراع بشكل أكبر في المنطقة. هذا تصريح مشابه لتصريح وزير الخارجية الإيراني أيضا قبل قليل. برأيك أستاذ حسين، وين تريد أمريكا أن تصل بالصراع في منطقة الشرق الأوسط؟ يعني الصراع اليوم لم يعد إسرائيلي فلسطيني ولا هو إسرائيلي عربي طبعا. الصراع اليوم هو بين محورين
محور تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، وأداة كبيرة فيه وأداة كبيرة وقوية فيه هي إسرائيل، ومحور آخر يعني يسمى الممانعة والمقاومة، محور المقاومة. وهذا المحور له ظهير، الظهير هو القيادة في إيران وفي العراق وفي لبنان. يعني هناك قيادة تقريبا جماعية برأس واحد يوجهه الأمين على الدماء، الأمين على المصالح الإسلامية في إيران. وله ظهير هو روسيا والصين وبعض الدول الأخرى المتعاطفة مع القضية الفلسطينية والتي يخصها هذا الصراع خصوص وجودي. لذلك نحن يعني عندما يتحدث وزير الخارجية الروسي يتحدث من منطلق أنه هو ظهير لفريق في هذا الصراع. نعم. وعندما نراقب ونرى ماذا يفعل الأمريكي، ليس فقط في إقامة فتح مخازنه للجيش الإسرائيلي لتزويده بكل أنواع السلاح، ما هو لديه مخازن في إسرائيل، فتح هذه المخازن لتأخذ إسرائيل ما تريد، وأقام جسر جوي أعطاها قنابل حديثة جدا حتى أنه لم يستخدمها الجيش الأمريكي يمكن بعد. هذا الأمر أنه أمريكا تعتبر أن إسرائيل أو الغرب كله ده. كمحور تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، من ضمنه إسرائيل، تعتبر أن الوجود الإسرائيلي المهدد الآن هو خطر على مصالحها، لأن هذا الوجود هو أصلا لخدمة المصالح. ولكن أنا بتقديري أيضا أن على هذا الغرب، أو أن هذا الغرب وتحديدا الولايات المتحدة الأمريكية، في قادم الأيام وليست أيام كثيرة، سيعرف أن استثماره في إسرائيل أصبح استثمار خاسر، طيب، لأن إسرائيل الجمهورية الإسلامية من جانبها أيضا أستاذ حسين دائما تردد بأن الحرب يمكن أن تحدث في أي لحظة. شنو اللي يضيف هذا التصريح لمعطيات الميدان وهذا التوقع بأن احتمال الحرب قائم بأي لحظة، على شنو مستند برأي إيران؟ هذا أمر صحيح جدا، لأنه نحن في سباق مع الوقت ليس مع الزمن، نحن في سباق مع الأيام المتسارعة في هذا الصراع القائم، في هذه المعارك الخطيرة جدا التي يعني تشهدها غزة. إسرائيل اليوم في وضع حرج جدا، لأنها اعتادت أن أي حرب مع جيرانها، مع محيطها الذي يلفظها ولا يستسيغ وجودها، هي كانت جبهتها الداخلية غير معرضة لأي خطر. لم يكن بيوم من الأيام أن هذه الجبهة معرضة، الجبهة الداخلية في إسرائيل. اليوم أصبحت الجبهة الداخلية في إسرائيل جزء أساسي من المعركة. يعني إسرائيل عليها أن تقاتل على الجبهات، وعليها أن تتصرف كيف ستقنع الصهاينة في إسرائيل، في الكيان المؤقت، أنها تحميهم، أن لهم أمن. هؤلاء فقدوا الأمن الآن. لذلك أنه يعني نحن أمام ساعات وأمام أيام جد خطيرة، إذا لم يتوصل، إذا لم تسمع كلمة العقل بوقف هذه الحرب في غزة، فإن الأمور ستذهب إلى يعني ما لا يحمد عقباه، طبعا كما يقول وزير الخارجية الإيراني وكما يقول وزير خارجية روسيا. ولكن الأمور محكومة بما ستفعله إسرائيل على الجبهة مع غزة. وهم حتى الآن يؤجلون، يقولون بدهم يعملوا اجتياح بري، يريدون أن يدخلوا في اجتياح بري لغزة. وكل يوم نجد لدى رئيس وزراء إسرائيل
الكيان المفتعل الكيان المؤقت نتنياهو كل يوم لديه سبب جديد لتأجيل الاجتياح البري. وفي اعتقادنا أن الاجتياح البري ليس نزهة، ليست عملية قصف طيران. الاجتياح البري هو التحام بين مقاومين مدربين وشرسين، ولا يهمهم الاستشهاد، لا بل يمكن يبحثون عن الشهادة، وهم يتمسكون بهوية وطنية ذات جذور تاريخية في هذه الأرض مع جنود مهزومين، يعني مع جنود يشعرون بالخزي، لأن عملية السبت في 27 الأول في غلاف غزة كانت عملية طاحنة لإسرائيل وللجيش الإسرائيلي. انهارت معنويات، ليس الجيش فحسب، انهارت معنويات الشعب الإسرائيلي. الحكومة الإسرائيلية حتى الآن، الحكومة الإسرائيلية في حالة تضعضع، غير قادرة على اتخاذ قرار بخصوص ما يتعلق بتطور الحرب. وبرأيي أن إسرائيل يعني تعيش حالة يعني مختلط فيها ما تريد وما هي عاجزة عن فعله. طيب، يعني تريد شيء وتخشى من الإقدام على فعله، خصوصا فيما يتعلق باجتياح غزة، الاجتياح طيب، البري. الشكر لذلك الجزيل لكم المحلل السياسي الأستاذ حسين سلامة، كان معنا مباشرة عبر سكايب من لبنان. شكرا لكم أستاذ حسين. أذن مشاهدينا ننتقل سوية إلى ملفنا الآخر من الحصاد وأبرز ما فيه. مخمور، صراع نفوذ مفتوح، أدواته المركز والإقليم وتدخلاته عاجلة لتطويق مباشرة من بغداد المحلل السياسي سيد كاظم الحاج. أهلا بك سيد كاظم، ضيفا كريما. كما سينضم معنا بعد قليل عبر سكايب عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني السيد محمد عامر من أربيل. أهلا بكم أستاذ محمد. أبدأ معك سيد كاظم، تعددت الروايات حول ما جرى في قضاء مخمور، لكن شنو الرواية حسب المعلومات والمعطيات اللي عندكم، شنو اللي صار في مخمور؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك سيد الفاضل ومن خلالك لضيفكم الكريم وكذلك لكادر ومشاهدي شاشة الأيام الفضائية، حياك الله. حقيقة يعني توقيت
هذه الحادثة التي حدثت في مخمور وجغرافيتها لها كثير من الأسباب والدواعي. أولا تراتب التاريخي لما حدث في عام 2017، وكذلك ذكرى تحرير الأراضي العراقية نحن في الشهر العاشر، وأيضا هناك دوافع سياسية نتيجة أنه مسألة الخلافات التي لا زالت مستمرة، بعض الخلافات والأساسية والرئيسية التي لا زالت مستمرة حقيقة ما بين بغداد وأربيل، فضلا عن هناك أيضا دوافع اقتصادية. إقليم كردستان يريد لطريق التنمية أن يمر به، وهناك رؤية للحكومة العراقية أن لا يمر بإقليم كردستان وأنما يأخذ الضفة الغربية، نستطيع أن نسميها الضفة الغربية أو الجهة الغربية من الحدود العراقية ومن جغرافية العراق. وكذلك هناك بعد ربما يؤخذ أيضا بنظر الاعتبار، وهو محاولة إشغال القوات الأمنية العراقية بمواجهات جانبية نتيجة موقف العراق الذي أصبح واضحا وجليا بركائزه الأربعة، المرجعية وكذلك الحكومية والشعبية وفصائل المقاومة فيما يخص القضية الفلسطينية، وأيضا مسألة أن يشاع على أن هناك تنازعا على نقطة تفتيش أو نقطة تواجد ما بين الحكومة، ما بين القوات الاتحادية وقوات البيشمركة. كل هذه العوامل تؤدي حقيقة إلى ما تم خلال الفترة الماضية، وبالتالي ما يصدر على أن هناك خطأ أو أن هذا الأمر لن يتكرر حقيقة، هذه تبريرات سياسية لا تمت للحقيقة بصلة. أخذين بنظر الاعتبار لابد أن يكون هناك حقيقة موقف حكومي واضح تجاه مثل هذه الاعتداءات على القوات الاتحادية، وأن تميز الجهات التي ارتكبت هذا الفعل باعتبارها أنها جهات خارج القانون ولا ترتبط بالحكومة الاتحادية ولا حتى بالبيشمركة التي تدفع رواتبها الحكومة الاتحادية. نجدد الترحيب مرة أخرى بكم سيد محمد عامر، أهلا بك مرة ثانية. ونود أن نسمع رواية كردستان الديمقراطي تحديدا عن اللي صار بقضاء مخمور. كان ضعف بالتنسيق الأمني، محاولات سيطرة، فعلا كانت هناك يعني أسباب لتوقيت هذا الاحتكاك وهذا التوتر، كاقتراب الانتخابات، ضغط دولي مثلا على العراق بسبب مواقفه الدولية وغيرها. نعم، مساء الخير، تحية طيبة لكم ولضيفك الكريم للمشاهدين. يعني حقيقة الديمقراطي الكردستاني لم يصدر أي شيء رسمي أو بيان، لأن هذا الموضوع هو موضوع صرف يتبع وزارة بيشمركة حكومة أقليم كردستان، بالتالي الديمقراطي الكردستاني بكل تأكيد لن يتدخل في هذا الموضوع. إن تدخل في شيء فهو يدعو إلى التهدئة. نلاحظ أساس الموضوع أخوي، أعرف هذه الأيام البعض يدق قبول الحروب، وكأنه القوات العراقية هاجمت قوات البيشمركة أو قوات البيشمركة قامت بمهاجمة القوات العراقية، يعني هذا دق قبول موجود في بعض القنوات. لكن بتصوري، أولا يعني رئيس أقليم كردستان اللي تتبعه قوات البيشمركة في أقليم كردستان بحسب القوانين بحسب الدستور، وأيضا السيد رئيس الوزراء العراقي الذي من المفترض أن يكون قائد العام، القائد العام القوات المسلحة العراقية، الجهات الحكومية العراقية العاقلة لا تدق طبول الحرب، تدخلت بشكل إيجابي وفورا تم السيطرة على الموقف. صحيح في البداية الموقف كان متشنج، البعض ذهب إلى إحضار بعض القوات وتجيشها في الديارة وفي مخمور أيضا، لكن يعني الدولة العراقية وحكومة أقليم كردستان أدركت سوء فهم أدى إلى استشهاد أكثر من جيش مافيا وأكثر فرد من الجيش العراقي. حقيقة كان من المفترض يعني هناك لجان تنسيقية بين حكومة أقليم كردستان، بين البيشمركة وبين الجيش العراقي. هذه اللجان المشتركة والتنسيقية مهامها يعني السيطرة على المناطق الفارغة، الفراغات الموجودة بين الجيش العراقي و بيشمركة أقليم كردستان من أجل أن لا يتسلل إليها داعش. من المفترض كان على الإخوة القادة المحليون المحليين للجيش
الجيش العراقي إخبار إخوتهم أشقائهم البيشمركة في أي تغييرات تجري على الساحة. يعني أنتم موجودان في خط واحد، في خندق واحد، من الممكن أن يهاجم عليك داعش، من الممكن أن تتعرض إلى المصائب. أول خطوة أو أي عمل إجرائي كان من المفترض أن يكون عبر لجنة التنسيق هذه الموجودة أساساً، لجنة رسمية. للأسف حصلت بعض التغييرات على الصعيد الخطوط، وللأسف شنو السبب إذا تسمح لي سيد محمد، شنو السبب هاي التغييرات الجديدة بهاي الخطوط والنقاط الأمنية؟ والله للأسف يعني بعض بحسب فهمي طبيعي بحسب معلوماتي، لأن حقيقة سألت عن الموضوع قبل أن ما أدخل إلى أي مقابلة، سألت الأشخاص رقم واحد سواء من الناحية العسكرية أو من الناحية السياسية في المنطقة. طيب يعني أصبح هناك انسحاب لعناصر البي كي كي التي منحت هذه النقاط من قبل الطرف الكردي في 2014 من قبل وزارة بيشمركة في كردستان، لأن هناك معسكر لاجئين للإخوة الكرد من تركيا، والبي كي كي أو عناصر البي كي كي مسيطرة في هذا المعسكر، وفي وتم يعني من أجل تجنبهم اعتداءات داعش نقاط معينة تولت عناصر البي كي كي السيطرة عليها من أجل إبعاد المخيم من أيدي داعش. الآونة الأخيرة على الظاهر هناك ضغط تركي على الدولة العراقية، على حكومة أقليم كردستان، واستهداف مباشر للمخيم بسبب عناصر البي كي كي. هذه العناصر انسحبت من هذه النقاط الأربعة أو الستة. يبدو أنه بعض الإخوة في الجيش العراقي راحوا يتعاملون مباشرة مع البي كي كي. واضح سيد محمد. خليني أرجع السيد كاظم بهاي النقطة إذا تسمح لي. سيد كاظم، ليش ما حاول الجيش العراقي سابقا أنه يمسك الملف الأمني في مخمور؟ مخمور إداريا تابع لمحافظة نينوى، مو المفروض أمنيا أيضا نينوى وجود البككة في هذه المنطقة مو مفروض يكون بتنسيق مع البشمركة؟ ما بين الجيش العراقي والبشمركة انسحابهم أيضا مو المفروض يكون بتنسيق؟ مسألة التنسيق حقيقة نسبية، هناك تصعيد حقيقة في اللهجة من مسؤولية إقليم كردستان نتيجة ما يسموه بين قوسين عدم التزام الحكومة العراقية باتفاقية سنجار، هذا من جانب. من جانب آخر مسألة أن يكون هناك يعني تنسيق بين القوات الاتحادية وقوات البيشمركة هذا مطلب اتحادي، لكن للأسف الشديد حقيقة نجد أن هناك يعني تسويف وعدم قبول بهذا المطلب الحكومي من قبل البيشمركة. بالتالي حقيقة عدم التنسيق مقصود، وهذا الأمر يعني نحن نعلم أن هناك ما يسمى بالمناطق المتنازع عليها وتستغل سياسيا في كافة الحكومات وفي كافة القوانين التي تشرع داخل البرلمان الاتحادي. بمعنى سيد الفاضل أنه الإرادة أن يكون هناك تنسيقا ومن ثم تواجدا، حتى الحكومة الاتحادية طرحت أن تكون هذه النقاط نقاط مشتركة ما بين القوات الاتحادية والبشمركة، لكن هناك رفض من قبل المسؤولين في إقليم كردستان وخصوصا القادة العسكريين هناك. هذا من جانب ثاني. الجانب الثالث سيد الفاضل، التوقيت حقيقة غير بريء، ومسألة ما أشار إليه الضيف الكريم في أن هناك تهويل ودق للطبول، هناك شهيد سقط، أكثر من شهيد سقط هناك في هذه الاشتباكات أو هذا الاحتكاك ما بين الطرفين، وهناك جرحى، وبالتالي هناك حقيقة واقعة موجودة على الأرض، هناك شهداء، هناك استخدام للسلاح، وهناك إطلاق نار على القوات الاتحادية. بمعنى أن من أطلق النار من قوات البيشمركة على القوات الاتحادية يعلم أنهم قوات اتحادية وليسوا بككة، ولا من أطلق النار هم البككة، من أطلق النار هي القوات يعني البيشمركة، والمفروض وأضع خطين أو ثلاثة خطوط تحت المفروض أنها قوات اتحادية وأنها تأتمر المفروض كذلك
بإمرة القائد العام. بالتالي مسألة التنسيق هو مطلب اتحادي وحكومي وهناك إلحاح عليه، لكن هناك رفض، وهذا الرفض يأتي للأسباب التي أشرنا إليها في بداية المداخلة الأولى. نعم. وأيضا أسباب سياسية أخرى تستخدمها أقليم كردستان للضغط على الحكومة الاتحادية. طيب أستاذ محمد، هناك تجديد من الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم على التهدئة وأوامر من القائد العام للقوات المسلحة الاتحادية بضرورة التزام القادة الأمنيين بضبط النفس، لكن حادثة مخمور ممكن أن تعيد الجدل حول المناطق المتنازع عليها ويتكرر هذا الاحتكاك ويسقط شهداء مرة أخرى من الطرفين إذا لم تحل هذه الأزمة؟ لاحظ الموضوع حقيقة ليس في المناطق المتنازعة عليها، موضوع المناطق المتنازعة عليها موضوع آخر نهاية هذا الموضوع، وهو موضوع مهم جدا. لا. مهم نهاية هذا الموضوع يخص ناس قامت السلطات العراقية السابقة سلطة صدام حسين بطردهم من ديارهم بسلاح على ديارهم، وحقيقة يعني كل عراقي شريف وذو ضمير لابد أن يطالب بعودة هؤلاء إلى ديارهم، وهذه هو المادة 144 للدستور العراقي، هذا هو موضوع المناطق المتنازعة عليها. وللأسف عندنا أناس آخرين أيضا طردوا من ديارهم في وقت داعش، داعش طردتهم من ديارهم. الحكومة العراقية توافقت مع حكومة أقليم كردستان، تم توقيع على اتفاق مهم بحضور ممثلة الأمم المتحدة ببركة السفارات العالمية، لكن للأسف بعض الأطراف المسلحة التي أولا لا تخضع للقائد العام للقوات المسلحة العراقية، ثانيا المرء لا يدري أين تريد أن تأخذ هذه الجهات بالعراق، إلى أي جحيم، إلى أي حرب، إلى دق أي فضول، هؤلاء أيضا يجب أن يعودوا إلى ديارهم. أما فيما يخص التشنجات بين قوات البيشمركة قوات حماية أقليم كردستان وبين الجيش العراقي في هذه المناطق التي تحتاج إلى تنسيق، بتصوري إذا التزمنا نحن العراقيون قواتنا سواء قوات البيشمركة أو قوات الجيش، قوات الجيش حقيقة ملتزمة، هناك أطراف أخرى تقف بالضبط من الجيش العراقي لتنفيذ الاتفاقية اللي وقعت الحكومة العراقية بخصوص سنجار طبيعي، يعني موضوع مشابه أيضا كان هناك التكتية، وللأسف البعض من يدعون عراقيتهم وولائهم للقائد العام للقوات المسلحة العراقية وقفوا بالضبط من الجيش العراقي. بتصوري لجان التنسيق هذه والتي تدعو إليها حكومة أقليم كردستان، وهناك عمل مشترك، يعني هذه اللجان تجتمع للأسف في موضوع بخمور. كما يبدو البعض من الأخوة الميدانيين ذهبوا مباشرة بالتعامل مع الPKK، مع عناصر الPKK التي انسحبت. لا. وثم حاولت أن تذهب هي إلى هذه المقار التي كان فيها الPKK. طيب. وبدون أي تنسيق مع أشقائهم البيشمركة الموجودين معهم في خندق واحد لحماية المنطقة لحماية الأراضي العراقية من الداعش من الإرهاب. طيب. خلينا ننتقل بهذه النقطة السيد كاظم إذا تسمح الأستاذ محمد. أستاذ كاظم، من المستفيد من تأجيج الصراع على هذه المناطق بهذا التوقيت اللي تحددت؟ هذا التوقيت مهم وحرج بالنسبة للعراق، لكن من المستفيد؟ قضايا انتخابية، لو فعلا هناك ضغط دولي لفتح جبهات للعراقيين. قبل ذلك سيد الفاضل، الضيف كرر مسألة أن القوات الاتحادية ذهبت للتعامل مع البككة، وهذا أمر غير صحيح باعتبار أن البككة عراقيا رسميا مصنفة جماعة إرهابية، وهذا الأمر خطير جدا حقيقة. لا. يتهم الجيش العراقي بالتعامل مع مجاميع إرهابية ومحاولة التنسيق معها، هذه نقطة. هو ماكو تنسيق بين البككة والجيش العراقي من هذا الجانب والبشمركة من هذا الجانب، قوات موجودة بالنص، ماكو تعامل معقولة من الطرفين مع البككة؟ لا يوجد تعامل سيد الفاضل من الحكومة العراقية مع البككة لأنها مصنفة إرهابيا، وهناك
رفض رسمي لتواجدها على الأراضي العراقية واستغلالها سواء كانت من أطراف داخلية أو حتى من تركيا باستعمالها ذريعة للتدخل في الأراضي العراقية أو للضغط السياسي. هذا من جانب. إجابة طيب. على سؤالك سيد الفاضل، أولا ضغط الدول واضح، موقف العراق تجاه القضية الفلسطينية الموقف الرسمي، الموقف الشعبي، وكذلك موقف المقاومة، وكذلك موقف الحكومة، وخطاب السيد رئيس الوزراء في القاهرة، كلها تدل على أن موقف العراق متميز وذاهب باتجاه دعم الفلسطينيين والقضية الفلسطينية، وبالتالي هناك ضغط دولي. هذا من جانب. ومن جانب آخر هناك استغلال داخلي ليس فقط في انتخابات كما أشرنا، هناك مشاكل عالقة يحاول بعض الأطراف، طبعا وليس الجميع، بعض الأطراف في إقليم كردستان استثمار أو استغلال بمعنى أدق أي حادث من أجل تحقيقها بشكل أو بآخر. مسألة المناطق المتنازع عليها ليست بالجديدة، ونحن نتذكر جيدا عندما حدث بعد الاستفتاء سيء الصيت حقيقة، نتذكر جيدا كيف أن البشمركة استخدمت وحاولت أن تكون بمواجهة مع القوات الاتحادية. إذن هي ليست المرة الأولى، وأعتقد أنها ليست المرة الأخيرة، لذلك يجب على الحكومة الاتحادية حقيقة أن تضع حدا لهذه التجاوزات، خصوصا أن هذه التجاوزات تكون ذات ثمن بمعنى أن هناك شهداء وجرحى، وهذا الأمر لابد أن يوضع له حد. لذلك سيد الفاضل هناك استغلال سياسي، هناك ضغط داخلي، هناك ضغط خارجي على الحكومة العراقية. خل أروح بسؤال أخير لكم أستاذ محمد، نفس النقطة، وجود البكك في هذه المنطقة بالتنسيق مع الجيش ما أسمي العراقي خلق الاتحادي له مع قوات البيشمركة، الانسحاب صار بتنسيق مع من أيضا؟ لاحظ هذه النقطة حبيت أوضحها، أنا لا أريد أن أتهم الجيش العراقي بالتعامل مع منظمة موجودة على قوائم الإرهاب العالمية، أنا شخصيا ما أسميها إرهابية، هذه ليست مهمتي. هناك بعض القادة المحليين للجيش العراقي في المنطقة، هؤلاء الأشخاص ذهبوا إلى التعامل مع PKK بدلا من التعامل مع أشقائهم البيشمركة وعبر اللجان التنسيقية، ولهذا حصلت المشكلة. ولهذا السيد القائد العام للقوات المسلحة العراقية يدعو إلى لجنة تحقيقية. أخوي يعني للأسف يعني هؤلاء اللي يدقون القبول، لو كانت البيشمركة قد قصفت الجيش العراقي وهاجمت على الجيش العراقي، القائد العام للقوات المسلحة العراقية رجل شهم يعني يدافع عن الجيش العراقي، ما يدعو الى 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 لجان تحقيقية. يعني هذا التكبير وهذا التضخيم، واطراف تستفيد واطراف دولية واطراف كل ما في الامر. بعض القادة المحليين للأسف يا ريتهم ما سووها وما كلفنا هذا الشيء، لا شهداء ولا اليوم نتحدث عن أمام الرأي العام أمام الناس وكأنه نحن قوات البيشمركة والجيش العراقي في خندق المواجهة مع بعض. صحيح هناك من يريد أن يدق الطبول أن يشحن الحروب، لكن أستاذ محمد إذا تسمح لي قاطعك، ليش البيشمركة ما حاولت تسترجع هذه المنطقة من البككة؟ ليش حاولت تحتك بالجيش العراقي من هو سيطر عليها؟ نعم، ليش البيشمركة ما حاولت تسترجع هاي المنطقة وسيطر عليها من كانت بيد البككة؟ لا أخوي لاحظ يعني البككة موجود في مناطق كثيرة من العراق، حكومة أقليم كردستان في بعض المناطق تحاول أن تبعدها عن المدن عن القرى، هذه سياسة أخرى تخص أقليم كردستان، لا يريد الدخول في 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 حروب مع جهات أخرى خاصة في مخمور. يعني لاحظ مرة واحدة أعتقد كان قبل سنتين الجيش العراقي حاول أن يضبط الأمور في مخمور، لكن عناصر PKK دفعت بالناس إلى التظاهر وإطلاق ما حصل، الجيش العراقي أطلق النار وقتلوا مدنيين. يعني هذا ما حصل للأسف على الجيش العراقي عندما كان يريد أن يضبط الأمور في مخمور. الأمور متشابكة بالتأكيد. الصحيح هو أن تقوم حكومة أقليم كردستان وبالدرجة الحكومة العراقية طيب
بإبعاد جميع القوات التي واضح سيد عامر، عذرا لضيق الوقت وفكرتك وصلت، شكرا لكم. عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني الأستاذ محمد عامر كان معنا مباشرة على سكايب من أربيل، وشكرا جزيلا لكم المحلل السياسي سيد كاظم الحاج، شكرا جزيلا لكم، والشكر جزيلا لكم مشاهدينا. إلى هنا وصلنا وإياكم وضيوفنا الكرام إلى ختام حصادنا لهذه الليلة، وإلى اللقاء في حصاد آخر.